أشارت مجلة فرويندين الألمانية إلى أن هناك تأثيرات مدهشة لتناول التمر يوميا، حتى إنه يساعد على إنقاص الوزن بشرط ألا يتناول بل ألا يتناول المرء الكثير منه. إذا نذكر على وجه السرعة هذه التأثيرات الإيجابية التي ذكرتها هذه المجلة العلمية، المسألة الأولى هي علاج التوتر، وهي بطبيعة الحال المجلة ذكرت الفيتامينات المسؤولة عن هذا وكذا، نحن لن ندخل في هذا التفاصيل. هناك تقوية العظام، هناك انقاص الوزن، هناك مساعدة على الهضم، هناك تخفيف أعراض الحساسية. إذا هذه التأثيرات الإيجابية التي ذكرتها هذه المجلة. إذا جاء في التقرير أنه يستحسن تناول 3 تمرات يوميا، إلا أن في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بتناول 7 تمرات، وذكر أن لها منافع. بطبيعة الحال حينما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر منافع للتمر أو غيره ولا يذكر كل المنافع، فهذا لا يعني أنه ليست له منافع أخرى، وإنما يعني هذا أنه أي شيء أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم نفعله ونقلده تقليدا أعمى، لأنه لا ينطق عن الهوى، الذي علمه هو الخالق سبحانه وتعالى. فعلى العموم ذكر علماء التغذية أن جميع الأشجار التي ذكرت في القرآن والتي هي من أشجار الجنة، هناك ربما شجرتين ذكرت، لا ليس من ليس على أنها من أشجار الجنة، ولكن على أنها إما تشبيه لي كلمة خبيثة أو غير ذلك، مثل كلمة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. إذا هذه التي ذكرت بالسلبية أو الذم لا نتحدث عنها، نتحدث عن الأشجار التي ذكر الله عز وجل لأنها من أشجار الجنة، كالنخيل والعنب والرمان والزيتون والتين، كلها لها منافع طبية كلها. لكن هناك مسألة يجب التركيز عليها من فضلكم، فليس أن تسمع أن هذه الأشجار لها منافع صحية فتذهب فتشتري تلك الغلات على أنها لها منافع وأدوية وتقوي جسمك، كذا هناك شرط لتكون هذه الثمار نافعة بإذن الله، وهي أن تكون عضوية. فما ينفع أن تشتري مثلا تين ليس عضويا وتقول هذا دواء، لا، هذا ليس دواء، يجب أن تكون عضوية، تتحرى هذا الأمر إن شاء الله عز وجل، وتتناول هذه الثمار في كل وقت، يعني في كل ثمرة في وقتها، فإنها نافعة بإذن الله. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تناول 7 تمرات وليس 3 تمرات، إذا فالتقييد بالحديث أفضل من التقييد بما أشارت إليه المجلة الطبية، لأن كما قال الخضر لما ركب مع موسى في السفينة في القصة التي تعرفونها في آخر سورة الكهف، حينما خضر بين لموسى عدم علمه لبعض الأشياء، وتصوروا معي الخضر مع موسى في سفينة، هذا أعلم خلق الله في ذلك الزمان، قال الخضر لموسى لما جاء طائر فاحتسى حسوة، يعني نقطة شرب من البحر، ماذا يشرب الطائر من البحر؟ لا شيء يذكر. فقال خضر لموسى: مثل علمي وعلمك مثل ما أخذ هذا البحر، هذا الطائر من البحر، وهذا ليس على سبيل التمثيل أصلا، وإلا فلا يمكن المقارنة نهائيا. فمن استطاع أن يأكل 7 تمرات فهذا في خير كثير، ومن مسك عليه الله عز وجل سواء كان من سكان المدينة المنورة أو قريب منها أو لديه المال يشتري تمر العجوة فيأكل 7 تمرات من تمر العجوة، فهذا أفضل، سواء بالنسبة لمن يعني ينوي كما جاء في الحديث أن يكون له حرزا من السحر، يعني وقاية من السحر، هذا ثابت بالحديث، وكذلك لأسباب طبية أخرى لا نعلمها الله يعلمها. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم آخر المستجدات.
وشكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم. شارك في الخناق وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.